أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ووفقنا جميعا لصالح القول والعمل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي العزيزين والعزيزات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أهلا ومرحبا بكم في هذه الدورة المباركة، دورة رواية الإمام قالون عن نافع من طريق طيبة النشر. اليوم هو اللقاء الأول، فسنبدأ بإذن الله بمقدمة عامة عن علم القراءات وتعريف علم القراءات ومفهومها بشكل شامل. الدرس الأول مقدمة عامة في علم القراءات. محتويات الدرس: سوف نتطرق أولاً إلى تعريف علم القراءات، ثم نزول القرآن على 7 أحرف، ونتعرف على معنى الأحرف 7، ثم نأتي إلى الإقراء في زمن عثمان رضي الله عنه، ثم بدايات التدوين لعلم القراءات والقراء 10 ورواتهم وأنواع القراءات. أولاً تعريف علم القراءات. علم القراءات على اصطلاح أحد أبرز أئمته وهو الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، ذكر الإمام ابن الجزري وعرف علم القراءات على أنه هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله، بمعنى أن علم القراءات هو علم يتم تدريسه وتم تدوينه في الكتب وفي المراجع، وانبر له الكثير من الأئمة والقراء سواء دراسة وتدريسا، علم بكيفية أداء كلمات القرآن. إذن هو معني بالشكل الأساسي بالكيفية، كيفية أداء الكلمات أو الكلمة في القرآن من حيث نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكيفية التي نقلت والكيفية التي رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا، واختلافها معزوا لناقله، بمعنى أن هذا العلم طبعا نشأ بحسب تواتر القراءة من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى الصحابة ثم إلى التابعين بعدهم ثم للقراء الذين رووا عنهم بالقراءات والروايات المختلفة. فإذن أي أنه يتناول ألفاظ القرآن الكريم من تخفيف وتجديد ومد وقصر وتسهيل في الهمزات وتحقيق وما شابه من مظاهر أصول التلاوة القرآنية. إذن كما ذكرنا أنه معني علم القراءات معني بألفاظ القرآن الكريم سواء من ناحية التخفيف والتجديد، بمعنى بعض الكلمات قد يعني تلفظ مخففة ولكن ممكن أن تكون في قراءة أو رواية أخرى بالتشديد، وأيضا بعض الكلمات أو بعض المواضع قد نأتي بها بالمد بدرجاته المختلفة، وممكن بعض القراء الآخرون لا يأتوا بمد، بمعنى يقصر هذا الموضع أو هذه الكلمة، وأيضا تسهيل في الهمزات وتحقيقها، وأيضا ما شابه من مظاهر أصول. طبعا هذه فقط للأمثلة وليس لي يعني إجمال كافة الموضوع، من باب فقط ضرب المثال. يسمى العالم بالقراءات الذي تلقاها بالمشافهة وأجيز بتعليمها لغيره مقرئا. إذن من يتلقى القراءة بالمشافهة، من يعني يقرأ على غيره من القراء مشافهة
تمام، وأيضا بعد أن يتم القراءة على القارئ يجيزه طبعا بهذه القراءة أو الرواية، فنسميه مقرئ. وطالب علم القراءات إما أن يكون مبتدئا أو متوسطا أو منتهيا. إذن هناك مراتب متفاوتة للطلاب علم القراءات بحسب كل منهم تحصيله وبحسب عدد الروايات والقراءات الذي ألم بها. فالمبتدئ عند أهل الفن من حفظ القرآن بقراءة واحدة إلى ثلاث قراءات، بمعنى أن المبتدئ من يحفظ، طبعا لا بد لمن يتطرق إلى علم القراءات أن يكون حافظا للقرآن حتى يتسنى له الإلمام بكل مواضع القرآن وبكل آيات وكلمات القرآن، وحتى يقارنها ببعض وببعض القراءات بالقراءات الأخرى، فلا بد له أن يكون حافظا للقرآن. ثم بعد أن يتقن هذه القراءة التي يقرأ بها وهو حافظ للقرآن، فإذا أراد أن يتوسع وأن يتعلم المزيد من القراءات فلا بأس في ذلك. فمن يحفظ القرآن بقراءة واحدة أو قراءتين أو ثلاث قراءات فيسمى عند أهل الفن من القراء والمقرئين بالمبتدئ. أما المتوسط فهو من حفظ القرآن بثلاث قراءات إلى خمس قراءات. أما المنتهي من عرف من القراءات أشهرها، بمعنى أنه يعني ألم بالقراءات العشر سواء الصغرى أو الكبرى وتمرس عليها وأجيز بها وانبرى لتدريسها وتعليمها، فهذا ما نسميه بالمنتهي من طلبة علم القراءات. في هذه الشريحة سنتطرق إلى فائدة أو لماذا يعني نزل القرآن بقراءات مختلفة، ولماذا أنزل القرآن على أحرف مختلفة، وما الفائدة من ذلك وما الغرض من ذلك. ففائدة هذا العلم الجليل حفظ القرآن من التحريف والتغيير، فلا يقرأ أحد إلا بوجه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي يعني يا إخوة الكرام أن كل هذه القراءات والروايات تم تلقيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت من النبي وثم تواترت إلى أن وصلت إلى يومنا هذا. فبعلم القراءات نحفظ القرآن من التحريف والتغيير، بمعنى إذا أتى أحد ويعني لفظ كلمة بطريقة مختلفة لم ترد ولم تتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القراءات المتواترة، فإذا يتم صده ورده، لأن القرآن بهذه الطريقة يحفظ. فهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية هو تيسير على الأمة لاختلاف ألسنتها ولهجاتها، فقد كان أهل القرآن ينزل أول الأمر بلهجة واحدة، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه التخفيف لأمته. طبعا القرآن أتى معجزا للعرب، لأن العرب امتازوا بقوة اللغة وبلهجاتهم المتميزة والمتفردة، فأتى القرآن معجزا لهم في هذا الأمر. فبسبب تعدد اللهجات عند العرب واختلاف الألسنة واختلاف طرق الكلام والكيفية أتى القرآن ليسر عليهم، وأتت بالأحرى القراءات المختلفة لتيسر على الأمة لاختلاف ألسنتها. وأيضا كما يعني سأل الرسول ربه وطلب يعني أن ييسر على الأمة بأن أنزل القرآن على أحرف مختلفة، فهذا أيضا الفائدة الثانية من باب التيسير. وأيضا الفائدة الثالثة هو مورد عظيم لاستنباط المعاني والأحكام لدى أهل العلم. فلعلم القراءات يا إخوة يا كرام
هو مرتبط بعدة علوم إسلامية، سواء ارتباط علم القراءات بعلم الوقف والابتداء، أو ارتباط علم القراءات بعلم الفقه واستنباط الأحكام. وأيضا علم القراءات مرتبط بتوجيه القراءات وكيفية، يعني بسبب الاختلاف في القراءات يكون له مغزى ومعنى معين، كل قراءة أتت على وضعية مختلفة فهي تخدم هذا المعنى. فالعلماء والقراء والمقرئين استطاعوا أن يستنبطوا المعاني والأحكام من القراءات المختلفة. أما الفائدة الرابعة، طبعا الحكمة الأساسية من تنوع القراءات القرآنية هو التيسير على الأمة والتخفيف عنها. طبعا هذه كالفائدة الثانية نفس المعنى. قال تعالى: وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى في سورة طه، وقال أيضا في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نزول القرآن على 7 أحرف. إذا كما ذكرنا أن تيسيرا لهذه الأمة وللعرب من اختلاف لهجاتهم، نزل القرآن بلهجات مختلفة، ونزل القرآن على 7 أحرف كما سنرى، وسنتطرق إلى مفهوم ال7 أحرف. كان جبريل عليه السلام ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه القرآن، مصداقا لقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو ما ينزل عليه لأصحابه ويعلمهم إياه، فكانوا يحفظونه ويعملون به، مصداقا لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولم يكن القرآن ينزل على كيفية واحدة، وإنما كان ينزل على 7 أحرف كما دلت الأحاديث الصحيحة. طبعا هناك أحاديث كثيرة في الأحرف السبعة، لكن سنذكر منها أشهرها. تلك الأحرف التي تمثلت فيما بعد في القراءات القرآنية المشهورة التي نسمعها اليوم، والتي نقلت إلينا بالنقل الصحيح المتواتر، كما اشتهر عن السلف قولهم: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر أو الآخر عن الأول. إذن فالأحرف السبعة هي تشمل القراءات القرآنية التي نعني نقرأ بها في يومنا هذا. أحاديث نزول القرآن بالأحرف السبعة كثيرة ومشهورة، سوف نذكر منها الآن 2 من الأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاءة بني غفار، فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا.
فهذا الحديث واضح عن أن عن يعني الدليل أن القرآن نزل على 7 أحرف، ومنها طبعا نشأت، أو منها جزء منها هي القراءات القرآنية التي نقرأ بها إلى يومنا هذا. تمام. معنى الأحرف السبعة، العلماء في تعيين معنى الأحرف السبعة أقوال كثيرة اختلفت، يعني يا إخوة يا كرام، الآراء في ما هي الأحرف السبعة. طبعا بعض العلماء قالوا أن الأحرف السبعة هي لهجات ولغات العرب. في بعض الأقوال يقول أن القراءات القرآنية الآن ما هي إلا يعني من حرف واحد، وباقي الأحرف الستة يعني لم يصل منها شيء في يومنا هذا، وهذا قول ضعيف. والقول الثاني أن القراءات السبعة التي يعني ذكرها الإمام ابن مجاهد والإمام الداني في كتاب التيسير، قالوا أن القراءات السبعة هي عبارة عن الأحرف السبعة، بمعنى كل قراءة هي حرف. طبعا أيضا هذا قول ضعيف، لكن القول الراجح والذي يعني أجمع عليه العلماء أن القراءات التي نقرأ بها اليوم ما هي إلا جزء من الأحرف السبعة. بمعنى يا إخوة الكرام، يعني الأحرف السبعة موضوع شامل، والموضوع الخاص هو موضوع القراءات القرآنية. فالقراءات مستمدة من الأحرف السبعة بكيفيات مختلفة، يعني لا يوجد مثلا قراءة معينة لحرف معين، لا، ولا أيضا يوجد أن حرف معين به قراءات معينة ونشأ منه قراءات معينة أيضا، لا، لكن القراءات كلها نشأت من الأحرف السبعة كلها. هذا هو القول الراجح. وهذا التعدد في تفسير حقيقة الأحرف السبعة مرجعه عدم ورود ما يفسرها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أقوال الصحابة الرواة لهذه الأحاديث، لأن معنى هذه الأحرف كان واضحا عندهم، فلم تظهر الحاجة إلى السؤال عن معناها. بذلك احتاج العلماء إلى الاجتهاد في بيان هذا الاصطلاح أو المصطلح، فاختلفوا على أقوال كثيرة، ولعل أقرب هذه الأقوال للصواب أن الأحرف السبعة هي الوجوه القرآنية السبعة المنزلة المرخص بها في اللفظ الواحد، بمعنى أن أقصى حد يمكن أن تبلغ الوجوه القرآنية في نطق الكلمة الواحدة هو 7 أحرف، فهي 7 أوجه في كيفيات مختلفة نزل بها الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاها الصحابة رضوان الله عنهم جميعا عنه. وهذه الأوجه تكون في الكلمة الواحدة، بمعنى يعني هذا القول أو هذا الرأي يذكر أن أقصى حد ممكن أن يعني نأتي بأوجه مختلفة في كلمة معينة من القرآن مختلف فيها يكون 7 أوجه. وطبعا هذا رأي من الآراء، لكن الرأي الراجح الذي ذكرته هو يعني القراءات القرآنية ما هي إلا جزء من الأحرف السبعة. الإقراء في زمن عثمان رضي الله عنه، يعني كلنا نعلم أنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد أن بدأ سيدنا أبو بكر بمحاربة المرتدين، وفي يعني أشهر معركة كانت معركة اليمامة، وقتل فيها واستشهد فيها يعني الكثير من حملة أو حفظة القرآن، فخشي طبعا أو خشي على أن يعني يتفلت القرآن أو أن يعني ينتهي بموت هؤلاء الحفظة، فأشار يعني الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب على سيدنا أبو بكر أن يجمع القرآن من قلوب أو من صدور الرجال، من صدور الصحابة، وأن يجمع أيضا ما كتب ونسخ من الصحف أو من ما كان يكتب من السعف النخل أو العسب
أو الألواح أو ألواح الأكتاف. فتم جمع هذه جمع هذا كله على يد أبي بكر رضي الله عنه. ثم ظلت هذه الصحف التي جمعت عند أبي بكر طيلة حياته، ثم عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه طيلة حياته، ثم أيضا عند أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. وبقيت هذه الصحف التي جمعها أبو بكر عند أم المؤمنين حفصة إلى أن بدأ سيدنا عثمان بجمع القرآن في يعني بدأ يعني يجمع هذه الصحف ويجمعها في مصحف واحد. هذا يعني معنى جمع الفرق أو يعني بين جمع سيدنا أبي بكر وبين جمع سيدنا عثمان. في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه كثرت القراءات في العالم الإسلامي، وظهر النزاع والشقاق بين المسلمين، وهذا الاختلاف مفهوم متوقع لأن القرآن كما قلنا نزل على سبعة أحرف، وتلقى الصحابة هذه الأحرف ونشروها في بلاد المسلمين، فمن الصحابة من كان يحفظ القرآن على حرف واحد، ومنهم من حفظه على حرفين، ومنهم من حفظه بأكثر من ذلك، وليس كل المسلمين آنذاك على دراية بكل الأحرف التي نزل بها القرآن وقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن هناك مسلمين أسلموا يعني في الفتحات الإسلامية ودخلوا الإسلام بعد يعني وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يتلقوا القرآن من الرسول بل تلقوه يعني عن الصحابة وعن التابعين في ذلك الزمان. فوصل طبعا هذا النزاع إلى سيدنا عثمان فأمر بجمع المصاحف وكتابتها برسم يحتمل أغلب الأوجه الصحيحة المتواترة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلها إلى المدن المشهورة، وأرسل مع كل نسخة قارئا يقرأ المسلمين من هذه النسخة بقراءة توافق قراءة أهل هذا المصر. طبعا بعد يعني أن ذكرنا أن سيدنا عثمان يعني أرسل إلى حفصة ويعني أخبرها بأنه يريد هذه الصحف التي جمعها أبو بكر، وأنه يريد أن يجمعها في مكان واحد ويعني يكتبها ويرسمها بخط عرف طبعا بالرسم العثماني بعد ذلك. وطبعا كلنا نعلم كان سيدنا زيد بن ثابت من المجموعة التي تكتب وتخط الصحف في عهد سيدنا أبي بكر وأيضا في عهد سيدنا عثمان، وكان طبعا هنالك شروط لكتابة القرآن بالكيفية التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فكتب سيدنا عثمان القرآن على يعني اختلف الرواة، قالوا خمس مصاحف ومنهم من قال سبع مصاحف، ثم طبعا كتب القرآن بالكيفية التي يقرأ بها أهل مصر الذي يريد أن يرسل لهم هذه النسخة، فأرسل نسخ إلى المكة ويعني البصرة والكوفة والشام، وهناك قول يعني أرسل إلى اليمن، وإلى قول آخر إلى البحرين، وأبقى نسخة في المدينة سمي طبعا بالمصحف الإمام، هو مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه. وأرسل مع كل نسخة من القرآن قارئ بحيث يقرئ الناس على الكيفية التي تلقوها في هذا المصر، فأهل الشام مثلا كانوا يقرأوا بكيفية معينة، فأرسل لهم النسخة التي توافق قراءتهم، وأرسل معها قارئ يقرئهم بهذه الكيفية حسب ما يعني تواتر وحسب الكيفية التي رووها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا طبعا هذه طريقة الإقراء في زمن عثمان رضي الله عنه. الآن موضوع أوجه الاختلاف في القراءات القرآنية، يعني بمعنى يعني الاختلاف، ما هي الاختلافات في القراءات القرآنية؟ طبعا
يعني ذكرت وروي منها هذه الاختلافات التي سنذكرها الآن بإذن الله. فأول اختلاف كان في الحركات، بمعنى بعض يعني الكلمات قرأت بحركات معينة في قراءة معينة، ولكن في القراءة الأخرى اختلفت هذه الحركات في نفس الكلمة. بمعنى كلمة البخل، قرأ بعض القراء البخل بضم الباء وإسكان الخاء، ولكن في أيضا قراء آخرون قرأوا بالبخل بفتح الباء وفتح الخاء. فهذا الخلاف نسميه اختلاف، أو هذا الاختلاف نسميه اختلاف في الحركات. طبعا كل الاختلافات لا تغير المعنى ولا الصورة أيضا، لأنه يا إخوة الكرام عندما نسخ أو كتب القرآن بالرسم العثماني كان طبعا لا يوجد لا حركات ولا يوجد نقاط، فكانت الكلمة تكتب مثلا كلمة البخل تكتب من غير نقطة الباء ولا نقطة الخاء ومن غير حركات، فتحتمل القراءتين، تحتمل البخل وتحتمل البخل. طبعا الكيفية القراءتان رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الرسول قرأ البخل وأيضا قرأ البخل، وهذه يعني هذا الوجهان أو القراءتان رويت عن الرسول بحسب الكيفية التي تلقاها أو يعني أقرأه إياها جبريل عليه السلام من الله سبحانه وتعالى. الاختلاف الثاني هو إما في الحروف، ممكن أن يكون اختلاف في الحروف، بمعنى الصراط والصراط، يعني ممكن كلمة الصراط تكتب بالسين وأيضا تقرأ عفوا بالسين، ممكن أيضا في قراءات أخرى تقرأ بالصاد، فهذا الاختلاف الثاني. وأيضا في التقديم أو التأخير، نحو وجاءت سكرة الموت بالحق، وأيضا قراءات يعني أخرى قرأت وجاءت سكرة الحق بالموت. الاختلاف الرابع الزيادة أو النقصان، نحو وأوصى أو ووصى، فهنا في زيادة حرف. طبعا الزيادة هنا في الحرف، يعني سيدنا عثمان عندما أرسل النسخة إلى مصر الذين يقرؤون وأوصى كان مكتوب فيها حرف الألف، لكن المصر الذي يقرأ بي ووصى لم يكن مكتوب فيها حرف الألف، لأنه يعلم أن هذا المصر وهذا المصر تلقوا القراءة أو القراءتان عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية، فالمصر الأول قرأها بي وأوصى بالألف، أما المصر الثاني فقرأها بي ووصى، يعني الكيفيتان متواترتان عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الاختلاف الخامس هو اختلاف في الأسماء من حيث الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والمبالغة وغيرها. الاختلاف السادس في اختلاف تصريف الأفعال وما يسند إليه، نحو الماضي والمضارع والأمر والإسناد المذكر والمؤنث والفاعل والمفعول به، وأيضا في وجوه الإعراب وفي القلب والإبدال في كلمة بأخرى وفي حرف بآخر، وأيضا في اختلاف اللغات من فتح وإمالة وترقيق وتفخيم وتحقيق وتسهيل وغير ذلك. طبعا بإذن الله يعني عندما نبدأ في دروس القراءة سوف يعني يمر علينا هذه الأمثلة وسنذكرها أيضا بالتفصيل، لكن هذا من باب إجمال أو معرفة الاختلافات في القراءات المختلفة. بدايات التدوين لعلم القراءات، أول يعني عالم بدأ يجتهد في دراسة وفي جمع القراءات كان الإمام ابن مجاهد
طبعا الإمام ابن مجاهد كتب كتابه المعروف المشهور السبعة في القراءات. طبعا الإمام ابن مجاهد ظهر يعني بدأ يدون في أواخر القرن الثالث الهجري، واختار سبعة من القراء، طبعا القراء الذين سوف نتعرف عليهم الآن بعد قليل، وأراد بذلك أن يجمع الناس على قراءاتهم للتخفيف والتسهيل، واقتصر على هذه القراءات السبعة بعد تنقيحها والتثبت من تواترها، وذلك طبعا في كتابه المعروف السبعة في القراءات. وكان رحمه الله حجة في القراءات والحديث، فهو شيخ الصنعة ثقة علامة كبيرا. ويقال أنه اقتصر على هذا العدد لأنه أراد أن يجعل عدد القراء على عدد المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار. يعني كما ذكرنا أن المصاحف، قول يقول أن كان عددها خمسة، وقول آخر يعني ذكر أن عددها سبعة، والقول الأرجح أن عددها سبعة. وطبعا الإمام ابن مجاهد أراد يعني أن يطابق بين عدد المصاحف وبين عدد القراء الذين اختارهم. ورأي آخر قيل أنه أراد أن يجعلهم على عدد الأحرف التي نزل بها القرآن، فليس المراد بالأحرف السبعة القراءات السبعة التي اختارها ابن مجاهد. طبعا هذا قول أيضا ضعيف، لأن كما ذكرنا أن القراءات السبعة هي ليست الأحرف السبعة، وإنما جزء من الأحرف السبعة بشكل شامل. هؤلاء الأئمة السبعة الذين اختارهم ابن مجاهد رحمه الله تعالى قراءتهم. الإمام الأول هو نافع المدني، والإمام الثاني هو الإمام ابن كثير المكي، ثم الإمام أبو عمرو البصري، والإمام ابن عامر الشامي، والإمام عاصم بن أبي النجود الكوفي، والإمام حمزة الزيات الكوفي أيضا، والإمام الكسائي الكوفي. إذن هو اختار من المدينة الإمام نافع، ومن مكة الإمام ابن كثير، ومن البصرة الإمام أبو عمرو، ومن الشام الإمام ابن عامر والإمام عاصم، ومن الكوفة اختار ثلاثة قراء هم الإمام عاصم والإمام حمزة والإمام الكسائي. ثم بعد ذلك أتى الإمام الداني أبي عمرو الداني، وأتى بكتاب التيسير لأبي عمرو. تابع طبعا الإمام أبي عمرو الداني تابع نهج الإمام ابن مجاهد في تسبيع القراءات، يعني يعتبرها سبع قراءات أيضا كما ذكر الإمام ابن مجاهد في طبعا كتب كتاب التيسير. أتى بعد ذلك الإمام الشاطبي ونظم كتاب التيسير، يعني جعل كتاب التيسير على شكل منظومة، ويعني لخص ودون كل كتاب التيسير في هذه المنظومة الشهيرة التي أسماها حرز الأماني ووجه التهاني، أو المنظومة الشاطبية في القراءات السبعة. بعد ذلك أتى الإمام ابن الجزري وكتابه النشر. طبعا سطع نجم شيخ القراء الإمام شمس الدين محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف العمري الدمشقي الشيرازي المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى، اعترض على عدم تضمين بعض القراءات كقراءة الإمام أبي جعفر المدني، وهو شيخ الإمام نافع المدني وأعلى سندا منه، وقراءة الإمام يعقوب الحضرمي، وقراءة الإمام خلف ابن هشام البزار. بمعنى طبعا أنه هؤلاء هم القراء المتممون، يعني القراء الثلاثة المتممين للعشرة، فبذلك يصبح عدد القراءات عشرة، المتممين للسبعة عفوا، فيصبح عدد القراءات عشر قراءات. من هم؟ هم الإمام أبي جعفر المدني. ويعني كيف يكون الإمام نافع من ضمن الأئمة السبعة، والإمام يعني أبو جعفر المدني وهو شيخه وأعلى سندا منه ليس منهم؟ فهذا كان يعني ما حير وما يعني جعل الإمام ابن الجزري يعترض على ذلك.
وضمنهم في منظومة شعرية أسماها الدرة الطيبة، منظومة الدرة، تمام، هي من احتوت على نظم للأئمة الثلاثة المتممين للسبعة، هم الإمام أبو جعفر المدني والإمام يعقوب والإمام خلف ابن هشام البزار. وأيضا أثبت طبعا الإمام ابن الجزري تواتر أسانيد هؤلاء القراء الثلاثة في كتابه تحبير التيسير، ونظم في هذه القراءات الثلاث نظمه المعروف بالدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية، واختار لكل قارئ من القراء الثلاثة راويان جريا على سنة جريا على سنة ابن مجاهد للتيسير على الأمة. نأتي إلى الإمام ابن الجزري وكتابه النشر في القراءات العشر. طبعا الإمام ابن الجزري هو الإمام محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف العمري الدمشقي المعروف بابن الجزري، توفي سنة 833 هجري. طبعا الإمام ابن الجزري يعني أتى بقراءة الإمام أبي جعفر المدني، طبعا هو الإمام نافع المدني وأعلى سندا منه، وأيضا قراءة الإمام يعقوب الحضرمي وقراءة الإمام خلف ابن هشام البزار، وجمع هؤلاء الثلاثة القراء في منظومة الدرة المضية، واعتبرهم الثلاثة المتممين للسبعة الذين يعني أتى بهم الإمام ابن مجاهد في كتابه السبعة. وقام الإمام ابن الجزري بإثبات تواتر أسانيد هؤلاء القراء الثلاثة في كتابه تحبير التيسير، ونظم هذه القراءات في نظمه المعروف الدرة المضية، وأيضا سار على نهج الإمام الشاطبي واختار لكل قارئ من هؤلاء القراء الثلاثة راويان، كما يعني جرى على سنة الإمام ابن مجاهد في التيسير على الأمة. وبعد ذلك نظم الإمام ابن الجزري نظم جديد أسماه طيبة النشر في القراءات العشر. طبعا جمع القراء العشر كلهم وأتى بالطرق المختلفة لهم، يعني كل قارئ كان له عدة طرق في منظومة طيبة النشر. طبعا اصطلح على سبعة الإمام ابن مجاهد مع ثلاثة ابن الجزري، يعني الثلاثة المتممين أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر، اصطلح على تسمية هذه القراءات بالقراءات العشر الصغرى. أما القراءات العشر التي حررها ابن الجزري في طيبة النشر فاصطلح على تسميتها بالقراءات العشر الكبرى. الآن نتعرف على القراء العشر، لكل طبعا قارئ راويان، والقارئ الأول هو نافع المدني، هو له الراوي الأول قالون والراوي الثاني ورش، وبعد ذلك الإمام ابن كثير المكي، والراوي الأول البزي والراوي الثاني قنبل، الإمام أبو عمرو البصري، الراوي الأول الدوري والراوي الثاني السوسي، ثم ابن عامر الشامي وروى عنه هشام وابن ذكوان، والإمام عاصم الكوفي وروى عنه شعبة والإمام حفص، وحمزة الزيات روى عنه خلف وخلاد، والكسائي روى عنه أبو الحارث والدوري، والإمام أبو جعفر المدني روى عنه ابن وردان وابن ذكوان، ويعقوب الحضرمي روى عنه رويس وروح، والإمام خلف العاشر روى عنه إسحاق وإدريس. طبعا يا إخوة الكرام نلاحظ أن الإمام الدوري الذي روى عن الإمام أبو عمرو البصري هو نفسه الدوري الذي روى عن الإمام الكسائي.
هنا يسمى دوري أبي عمرو، وهنا يسمى دوري الكسائي. وأيضا خلف الراوي الأول للإمام حمزة هو نفسه يعني خلف العاشر القارئ صاحب القراءة يعني العاشرة في القراءات العشر. نأتي إلى موضوع القراءات الشاذة أو القراءات المتممة الزائدة فوق العشرة. يعني كثير من الأئمة والقراء يعني يستحسن تسميتها بالقراءات الزائدة فوق العشرة. أولا لابد أن نتعرف عن أركان القراءة المقبولة. هناك 3 أركان للقراءة كي تكون مقبولة: 1 التواتر وصحة السند، 2 موافقة رسم المصاحف العثمانية، 3 موافقة لوجه من أوجه اللغة العربية. إذا اكتملت هذه الأركان الثلاثة فإن القراءة تكون مقبولة وصحيحة ومتواترة، لكن إذا اختل أحد هذه الأركان فإن القراءة تكون شاذة أو يعني غير مقبولة. القراءة الشاذة لا تعتبر قرآنا، ولكن يعني يصح يجوز تعلمها وتعليمها وتدوينها من باب يعني التعلم. طيب ما هي القراءات الشاذة؟ القراءات الشاذة هي 4 قراءات: رقم 1 قراءة الإمام يحيى اليزيدي، 2 الحسن البصري، 3 الأعمش، 4 الإمام ابن محيصن. نأتي إلى موضوع أو نتعرف على ما هي الشاطبية. طبعا يا إخوة الكرام، الشاطبية هي قصيدة لامية من البحر الطويل في القراءات 7 للإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي هو الإمام أبي القاسم ابن فيورا الأندلسي رحمه الله. طبعا سميت الشاطبية، سماها الإمام الشاطبي حرز الأماني ووجه التهاني. طبعا هي نظم فيها كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، يعني أصل الشاطبية هو كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. طبعا نظمها في 1173 بيت من الشعر وزاد عليه زيادات. طبعا هذه تعد من عيون الشعر العربي، واختار لكل راو طريق واحد وجملة الطرق بعدد الرواة. يعني كل طبعا الشاطبي كان له 7 قراء، كل قارئ له راويان، إذا اختار لكل راوي طريق واحد، إذا هناك 14 طريقا في الشاطبية. أما بالنسبة للطيبة فالطيبة هي قصيدة من بحر الرجز من في القراءات 10 للإمام محمد ابن الجزري. طيب ما هو أصل الطيبة؟ هو كتاب النشر في القراءات 10، ونظمها في 1014 بيتا من الشعر. يعني اختصر فيها وجمع فيها جميع القراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبلغ عدد طرقها 980 طريق. يعني كما لاحظنا في الشاطبية 14 طريقا، لكن في الطيبة جمع كل الطرق 980 طريق عن الأئمة العشرة، واشتملت يعني على كل ما في التيسير والشاطبية من طرق صحيحة، وكذلك على ما في الدرة، وذكر فيها أصول القراءات 10 بأبوابها 20 مع فرش كل سورة من سور القرآن. يعني كل سواء الشاطبية أو الطيبة يعني دائما تكون هناك مقدمة، ثم يأتي بالأصول، ثم يأتي بالفرش يعني الكلمات الفرشية المختلف فيها بين القراء. القراءات الصغرى والكبرى ذكرناها قبل قليل، أن القراءات الصغرى يعني إذا أتم الطالب قراءة القرآن بالقراءات 7 من طريق الشاطبية والثلاث المكملة لها من طريق الدرة فيقال عنه يعني قرأ بالقراءات الصغرى.
أما القراءات الكبرى فإذا أتم قراءة القرآن بالقراءات العشر بطريق طيبة النشر للإمام ابن الجزر يكون قد أتم ما يسمى بالقراءات العشر الكبرى. إلى هنا يا إخوة الكرام ينتهي هذا الدرس، نلتقي بإذن الله في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.